يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة وخاصة جدا، لأن هي بتتكلم في بعض الكواليس اللي بتتعلق بمباراة اليوم ما بين الأهلي واتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، والأهلي ماشي فيها بشكل جيد جدا حتى الآن، ومتقدم ومتصدر برصيد 6 نقاط، وبالتالي بيقابل فريق كبير جدا زي فريق الاتحاد السكندري، فبالتالي مباراة غاية في القوة والندية. إن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. أيضا هيكون عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية اللي هنتطرق ليها على مدار الحلقة، والأهم كمان هو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو بيتعلق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة النهاردة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري، المباراة اللي هتنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد الأهلي والسلام. طيب خلينا في البداية نروح نشوف أهم وأبرز العالم. يلا في ترند الأهلي، الفريق الأول يواجه الاتحاد الليلة. وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة جلوب سوكر. أما في الترند العالمي، انطلاق الجولة 16 من البريمير ليج. طيب خلينا في البداية أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم، تحديدا في الدوري المصري في مباراة بتتلعب في هذه اللحظات ما بين سموحة والزمالك، أعتقد أنها ابتدت خلاص من دقيقة أو حاجة، والمباراة الأخرى واللي هي الأهم بالنسبة لنا هي مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، دي الساعة 7:30 بإذن الله تعالى، هنتابعها وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق. اما في الدوري الانجليزي والبوكسينج داي النهارده مباريات مهمه جدا، كريستال بالاس مع ليستر سيتي، مباراه ايضا ابتدت في هذه اللحظات على ملعب كريستال بالاس، ومباراتين كمان ما بين تشيلسي واستون فيلا الساعه 7:30، والمباراه الاخيره ما بين ايفرتون ومانشستر سيتي الساعه 10 بالليل، ودي اهم المباريات النهارده في مختلف الدوريات.